العنابي على الجهة اليمنى، يلعب كرة أمامية حاليا في الدينجر، تروح هذه ملعوبة أمامية خطيرة، جول 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 جول. مبكرا مبكرا يتقدم أدهم خويلد للعنابي، 1-0 1-0 للعنابي أمام البيراوية. مبكرة جدا، نعم، كما حدث كما حصل في لقاء الإسلامي عندما تقبل لمتابعة مساندة فريقهم. يلعب حاليا ضربة ركنية لمصلحة البير من الجهة اليسرى، حاليا تلعب داخل الجزاء، خطيرة، يعود 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 يعود، لا يتأخر كثيرا. حسين جوهر، حسين جوهر يؤكد التعادل للبيراوية. لا يريد أن يرمي المنديل مبكرا، يريد أن يحصد النقاط في هذا اليوم في الدعم الجماهيري أو مع الدعم الجماهيري الحاضر للبيراوية في المدرجات. يعود 1-1 عن طريق حسين جوهر، يعود بشكل رائع. شوف الركن.